بعد ما انتهيت من المرحلة الجامعية، وهذا الموقف الثاني اللي أنا ودي يعني أذكره، الله يسر لي أني أنا أقدم على رسالة الماجستير في جامعة الكويت. فكانوا المقدمين على البرنامج قرابة 70 أو 75 شخص، وهم كانوا يبون فقط 5. فالحمد لله أنا قدمت، وكان في خوف، كان في خوف أن هل أنا أقبل أو ما أقبل. كان طبعا 70% من الاختبار في القرآن الكريم و25 مقابلة شخصية. الحمد لله عديت المقابلة الشخصية وعديت اختبار القرآن، وكان في خوف لأن كان في واسطات، وكان في لأن العدد اللي كانوا يبونه شوية، وقالوا ممكن نزيد نخليه إلى 10 أشخاص. دشيت على العميد الله يذكره بالخير موجود حاليا، فقلت له شيخنا بعرف وضعي هل تم القبول ولا ما تم القبول؟ قال هي النتائج إن شاء الله خلال يومين راح تطلع، بس أنا أبشرك إن أنت يعني من ضمن المقبولين. قلت له جزاك الله خير ومشكور وما قصرت. قال لي كلمة والله لحد الآن أذكرها، قال لي بس ودي أقول لك شغلة محمد. قال لي وايد ناس دخلت يعني واسطات ودخلت أعضاء ودخلت وزراء عشان يقبلون في البرنامج، بس يقول أنت ما كانت لك واسطة إلا القرآن الكريم، فهو واسطتك لقبولك في هذا البرنامج. فيعني كانت كلمته أمانة يعني مؤثرة، وهذه إحنا يعني الكلمة نضعها في نصب أعيننا. إذا أنت بتقدم على أي شيء وأنت حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، فاعلم وثق بالله سبحانه وتعالى بأنك ستقدم على غيرك. من ضمن المواقف المؤثرة جدا جدا خلال تواجدي السنة الدراسية اللي درست فيها في الكويت، شيخ نحن عدينا الوقت ولا باقي يعني 10 دقائق؟ يلا احنا من ضمن السنه اللي درستها في الكويت، كنت ادرس طبعا من اسمح لي شيخ يعني على الكلمه هذه، من المواد اللي لا اطيقها ولا اشتهيها هي ماده النحو. اسمح لي شيخ. كنت اي طبعا. فسبحان الله المدرس كويتي وكان كبير في السن، بعد إذنكم. أي نعم. وكان كبير في السن هذا الدكتور. وكنت أحضر عنده وما كان يعرفني، بس كان يحضر إن محمد البراك ويحضر. فآخر يوم هو كانت عنده شعبتين، شعبة داوم أو اختبارها الأحد، وشعبة اختبارها الثلاثاء. فقلت له دكتورنا الحبيب أنا اختبار اليوم الأحد ما أستطيع أني أنا أحضره لظروف يعني صحية تخص في الوالدة، أو ما أذكر والله شنو كان عندي ظرف. فقلت له ممكن أني أنا أختبر يوم الثلاثاء؟ فقال لي ما في مشكلة. شو اسمك؟ قلت له محمد البراك. طيب قال خلاص تعال يوم الثلاثة. فجيت يوم الثلاثة واختبرت الحمد لله، والله فتح علي واختبرت وخلصت الاختبار. بسلم له الورقة قال لي لا أنت خليك آخر واحد. أنا هني خفت يعني يمكن شاف إجابة عندي خطأ أو شيء أو يبي يناقشني بموضوع. فقعت والله لين آخر الاختبار، لين طلعوا كلهم قال لي تعال. عطيت الورقة فقال لي أنا ودي أمثل الموقف شيخ، بس لو تسمت نفسك الميكروفون. هذه تعطيني شيخ ورقة الله يحفظك، ورقة واحدة بس اللي فيها تكتب عشان أشوف. لا 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 أبي ورقة فاضية. الرجال صاحبنا أي ما يحتاج. فمسك الورقة كان يقول لي اللي كان يقرأ اسمه محمد البراك أنت ولا واحد ثاني؟ قلت له لا والله شيخ هذا أنا. سبحان الله دمعت عينه. قال لي طبعا أول شيء أبيك تدعي لي، أنا فيني مرض السرطان وأبي منك الدعاء وأن الله يشافيني ويعافيني. فدعيت لعسى الله يشافيك ويعافيك ويسر أمرك ويفتح عليك ويجزيك الخير. أنا الحمد لله هني ارتحت يوم يعني عرفت أن الموضوع مو موضوع شايد. فقال لي أنت من يعني كانت كلمته مؤثرة، قال لي أنت سبب
بخروج ابني من 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 الظلمات الى النور بسبب اشرطتك وبسبب ادعيتك. فكان يعني سبب خروجه من طريق الفساد وطريق الضلال الى طريق الصواب. ومثل شخص كان سبب انه ينقذ ابني من الظلمات الى النور ما يستحق اني انا اصلح له درجه اختباره او شيء. خلاص روح انت راح تاخذ ايه. ما شاء الله. فكان يعني انا اتوقع ان رحمه الله عليه يمكن توفى. فكان او عايش عسى الله يطول بعمره. فكان هذا ايضا من المواقف المؤثره جدا اللي اثرت فيني وايضا حطتني اني انا لازم اكون على عاتق يعني اكبر من الجهد والعمل لخدمه كتاب الله سبحانه وتعالى.